أمشي والفقرة الصحية والطبية رفقة ضيفي الأستاذ أيمن قشوشي أخصائي في الطب النفسي. مرحبا بك أستاذ قشوشي وصباح الخير. صباح النور أستاذ حليمة وصباح النور جميع المستمعين والمستمعات وجميع العاملين بالإذاعة الوطنية. بارك الله فيك، صباح الخير وصباح الأنوار. دائما سعيدة باستضافتك على البرنامج أستاذ أيمن قشوشي. الجو بدا كيتبدل أستاذ قشوشي، كنعرفوا بأن الجوع عنده واحد التأثير على النفسية ديالنا، وموضوعنا اليوم غيكون حول الاكتئاب الموسمي. دكتور أيمن قشوشي، بزاف ديال الناس كتأثر لهم النفسية من خلال الجو، ملي تيكون الصيف النفسية كتكون حاجة، ملي كتدخل الشتاء النفسية ديالنا كتولي حاجة أخرى. فواش اصلا يعني كاين هذا الاكتئاب الموسمي ايمن قشوشي، او لا هي مجرد ربما غير مرحله انتقاليه نفسيه الا بغينا نقولوا استاذ ايمن؟ هو بطبيعه الحال هذا موضوع مهم، خصوصا انه كيجيك في يعني في شهر اكتوبر. هو كما قلتي انه دائما ما ننساوش انه الانسان هو كائن حي، بالتالي هو يرتبط يعني بالظروف المحيطه به، يعني هو ينتمي الى هذا العالم بمناخه، يعني وبالتالي فانه دائما كاين هذه العلاقه بين نفسيه وصحه النفسيه والجسميه تاع الانسان والمحيط. وهذا ماشي جديد، يعني كانت ملاحظات قديمه يعني قدام الزمان، انه ربما مثلا في بعض فترات الصيف كتكون العصبيه زائده والدفاعيه اكثر، كتكون بالتالي وكانت تعطي تفسيرات معينه مرتبطه يعني يا اما بفكره العلاقه مع الكواكب او النجوم الى غير ذلك. وبالتالي هذه ملاحظات يعني قديمه، والى ان يعني جاء يعني التقدم العلمي لتجديه هذه العلاقه. كما قلنا بانه احنا ككائن حي يعني عندنا واحد الارتباط بالفصول، بالتالي هذا الارتباط بالفصول مردوا الى انه احنا عندنا واحد الساعه هي بيولوجيه اللي هي داخليه اللي كتخلي انه بعض الاضطرابات تظهر بتغير الفصول داخل في خلال السنة. اللي أشهرها هو هذا ما يسمى بالاكتئاب الموسمي، اللي هو بطبيعة الحال هو اضطراب، لأنه خصنا نميزو ما بين كاين بعض الناس كتسمي بحال بلوز ديال الفصول، يعني واحد الحزن تاع فصل الشتاء، هذا هو شائع ولكن هو مختلف عن الاكتئاب الموسمي، انه بعض الناس كيجيهم الشتاء ما يعني ما كيناسبهمش نفسانيا ولكن ولكن كيكون في حدود مقبوله، يعني انه غير الخاطر ما كيناش ما مرتاح شويه، ولكن كيبقى يقوم بمهامه اليوميه، كيبقى يمشي مثلا الجامعه، كيبقى مثلا علاقاته ثابته مع الناس، كيخرج من المنزل، هذا كاين واحد الحزن يعني كيواصل النشاط ديالو او ديالو العادي. كيحس انه كاين ماشي كيما مالف، ولكن كيواصل حياته العادي. ولكن كاين ما يسمى بالاكتئاب الموسمي، اللي هو اضطراب يعني بمعنى الكلمه، اللي هو فيه جميع اعراض الاكتئاب، لانه الاكتئاب في نهايه المطاف يعني اكتئابات يعني تختلف وتختلف من بين بعض في بعض المظاهر، ولكن عندها واحد يعني واحد تعريف اللي هو مضبوط اللي مبني على مجموعه يعني من العوارض. لانه يعني هو هذا الاكتئاب الموسمي هو اكتئاب بمعنى الكلمه، يعني في جميع في 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 جميع اعراض الاكتئاب، في الحزن الشديد، في يعني اضطراب فعلا يعني هو نوع من انواع الاكتئاب. كيتسمى موسمي لانه ياتي في موسم معين، يعني في البدايه هو ولا يمكن يعني تشخيصه من اول وهله، لانه كتكون لانه كنحسبوا انه اكتئاب، يعني اكتئاب اللي هو اللي معروف، يعني اضطراب اكتئاب اللي فيه الاعراض ديال، ولكن عندما يتواطر جوج المرات ثلاثه في نفس يعني الشهر، في نفس يعني الزمان من السنه، انا ذاك كنوضعوا هذا الكلمة تاع اكتئاب موسمي، لانه كنلاحظوا حتى الشخص يلاحظ اكثر من ذلك المحيط يعني الاسره كتلاحظ انه مثلا شهر 10 خصوصا شائع، انه في بدايه هذا شهر 10 انه كتجيه هذه حاله اكتئاب اللي كما قلت هي ماشي هذاك الحزن البسيط، وحزن عميق وعدم قدره على انجاز الواجبات اليوميه واحساس بعدم التقدير، هو انه بعض المرات يكون افكار سوداويه، هو اضطراب في الوظائف، يعني مثلا
ترى مثلا في النوم، مثلا في الأكل، في الأكل والشهيات، في التركيز. احنا غنجيو انه خلافا يعني الاكتئابات الاخرى، يعني الاكتئاب الموسمي كنلاحظوا فيه يعني بشكل اكبر انه الناس كتنعس فيه اكثر، خلافا لما هو شائع في الاكتئاب العادي. وانه الاكتئاب العادي الناس يعني كيجي الارق وهذاك التفكير الشديد وبالتالي الاعراق الى غير ذلك، ولكن في الاكتئابات الموسمية الملاحظ بشكل اكبر هو انه كيكون واحد كتكون واحد انه الشخص ينحو اكثر الى النوم، او كينعس لواحد الساعات اكبر. هذه علامه معينه. زائد انه الاكل، انه في الشتاء، في الاكتئاب الموسمي تاع الشتاء كنلقاو انه كتزاد عنده الشهيه، في خلافا لما يقع في الاكتئابات الاخرى انه كتكون الشهيه قلالات، مابقاش كياكل، كيفقد الوزن. في الاكتئابات الموسميه يلاحظ انه هذا الفرق، انه دائما يعني النعاس اكثر والماكله اكثر، وكانه غيدخل في بيغناسيون، انه كيدخل الى لاحظ انه كانه كيدخل في واحد السبات اللي هو فيه النوم، ولكن حتى انه عزل عن المحيط. كاينين اسباب، يعني واش هذا سبب مرتبط مباشره يعني مع الطقس، مع الجو دكتور ايمن قشوشي، او كاينين عوامل اخرى اللي كتسبب يعني في هذا الاكتئاب الموسمي؟ هو هذا سؤال جد مهم أستاذة حليمة، لأنه باش نتعرضوا على اكتئاب موسمي خصو يكون بعيد عن المسببات الخارجية. مثلا عندك بعض المثال، أنه في بعض المهن كتلقى بعض فترات السنة كتكون العمل أكثر، كتلقاه مثلا في أشهر معينة، واحد ثلاث شهور أسبوع كتكون وتيرة العمل يعني مقبولة، ولكن في شهرين أو ثلاث أشهر كتكون كثير، يعني هذا الطابع أنه واحد ثلاث أشهر كتكون مضغوطة وفيها ضغط كثير. بالتالي إذا كانت هذا الكتاب ما خصوش يكون مصاحب بهاد النشاط في العمل، وإلا ما بقاش اكتئاب موسمي. يعني خصوش يكون عنده واحد الأسباب اللي هي خارجية، خصوصا في هاد المهن. كنعطيو حنا بزاف تاع المهن كتلقاهم واحد الشهر ولا شهرين كيخدموا فيه تقريبا تاع العام كامل، وكتلقى عياب. هذا ما عندوش علاقة بالاكتئاب الموسمي. يعني الاكتئاب الموسمي عنده علاقة أساسية بالأساس بالمناخ، بتغير يعني فصول السنة. لذلك فهو يظهر ويختفي في نفس الوقت، قلقه دائما في فصل كيبدا في فصل الخريف ويستمر فصل الشتاء. وطبعا الحال كاين واحد الاقليه كيكون عندها شويه في فصل الربيع والصيف. بالتالي هاد الاكتئاب الموسمي هو عنده علاقه وطيده بالمناخ وبالضوء، يعني بالضوء تاع 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 الشمس، وعنده علاقه بلوغلوج انتر، يعني الساعه البيولوجيه، واحد البيولوجيه الداخليه. نعم، لانه احنا عندنا واحد الساعه بيولوجيه يعني تلقاها انها تتحكم في مجموعه من الوظائف، يعني مرتبطه بمجموعه من الامور، هي بالكورتيزول، بساعه النوم، بالاكل، بالنشاط. وبالتالي هاد الساعه البيولوجيه بحال واحد المنحنى كتجيك وكتبصم عليه الحياه تاع الانسان. كاين بعض الناس اللي عندهم عدم القدره الساعه البيولوجيه على التكيف مع تغيرات المناخ. يعني كاين الناس اللي تكون عندهم هذه المساله كتمشي بواحد الشكل اللي هو سانكروني، يعني في نفس التواطؤ بنفس الوتيره، وكيقدروا انهم يتكيفوا مع الامور. وكاين الناس اللي عندهم هذا عدم القدره وهذا الاضطراب، لانه كتلقى هو جسم الساعه البيولوجيه تتحرك بريتم معين والمناخ في ريتم اخر. يعني هذه المساله كتخلي انه كيظهر هاد الاكتئاب اللي هو موسمي، وكتخلي انه اساسا مرتبط بضوء الشمس، لانه ضوء الشمس يعني مثبت علميا انها كتتحكم في وكتأثر علينا وعلى نفسيتنا. يعني غير ملي تيكون الجو زوين، ومثلا الجو ديال الربيع او حتى في الصيف، يعني ما كتكونش الحراره ولكن كتكون الشمس، يعني كنعرفوا بان الشمس عندها تاثير كبير جدا على الحاله المزاجيه ديالنا وعلى النفسيه. في حين مثلا فصل الشتاء او في الخريف، دائما الى لاحظتي دكتور قشوشي تنربطوا دائما الحاله النفسانيه ديالنا مع الجو، تنقولوا مثلا هاد الصباح هذا ما فقتش هو هذاك، ومباشرة تنربطوا المسألة مع الجو، تنقولوا حتى هاد الجو هذا مكمل علينا مثلا. فعلا كما قلت لك، لأنه هاد الارتباط النفسي
بالمناخ هو ارتباط قديم جدا يعني. عندنا هاد يعني هاد الفكرة هي راسخة في الأذهان ديالنا. هو كما قلنا أنه هذا الاكتئاب الموسمي هو اكتئاب حقيقي، يعني كاين واحد ماشي يوم أو يومين، كاين واحد حدة معينة تاع درجة الاكتئاب، كاين واحد يعني واحد المدة زمنية معينة، يعني واحد عدد تاع الأيام اللي خاصها تكون فيها هاد الحضور هاد الاكتئاب بهذا الشكل، زائد أنه التواتر يعني سنتين أنه في نفس الحدة في نفس الفصل، كما قلنا على ضوء الشمس كما شفتي لها الأستاذة حليمة، وأنه علميا أنه ضوء الشمس يؤثر في على الأقل في إفراز واحد الهرمونين اللي هما أساسية اللي هما السيروتونين. نعم. لا سيروتونين والميلاتونين. هرمون تاع يعني اللي كيقاد يعني مسألة النوم، والسيروتونين اللي مرتبط بالمزاج يعني الإحساس بالراحة وبالراحة النفسية. واللي كنلاحظوا أكثر أنه الاكتئاب الموسمي يكون أكثر عند الناس اللي في دول الشمال، دول سكاندينافيا في الشمال، خلق لهم واحد مشكل اللي هو كبير، لأنه كتقدر توصل النسبة ديالو من 5% إلى 10%، لأنه ما عندهمش هذاك أنه ما كتعرضوش للشمس، كيكون نهار قصير بزاف، وكتخلق لهم هذا الإشكال الكبير، خصوصا في الفصول تاع الشتاء، في حين أنه الاكتئاب الموسمي تاع الصيف كيكون غالبا في الدول اللي كاينة في خط الاستواء، وهذا ما يؤكد أنه الفرضية تاع ارتباط المزاج بالتغير المناخي، خصوصا انه احنا هذه السنوات الاخيره لاحظتي استاذ حليمه انه بقات هذه الفصول اللي كنعتادوا صح، كنتسناو نشوفوا واش هذا الشيء غيأثر غتبان ظهور اضطرابات اخرى غتغير هذه المسائل، لانه لاحظنا انه حتى الفصول التغير المناخي ولا عنده واحد ولا اضطراب على مستوى المناخ فعلا يقدر في النهار الواحد يدوزوا عليك اربعه الفصول فعلا لأنه ولات خصوصا أصبحت الظواهر يعني حتى هي كتأثر على هذه الساعة البيولوجية، أنه هي الأساس تاع الاضطراب، لاحظت أنه عدد يعني المجتمع ديالنا حتى هو يتغير، عدد من الشباب مثلا ولا كيشتغل ليلا مثلا في الإنترنت، كيشتغل يعني مرتبط بدول أخرى مثلا عندهم واحد، وبالتالي أنه كنشوفوا عدد من التغيرات يعني في المجتمع من في المجتمعيه اللي كتقدر هي تاثر على البيولوجيا. نعم كذلك نعم تفضل. احنا هذه المساله تاع الشمس راه تم استثمار حتى في العلاج، ربما غادي تمام العلاج بالضوء فعلا على ليمينوثيرابي. نعم. وهو بطبيعه الحال الاكتئاب الموسمي هو كما قلنا اكتئاب في جميع الاعراض ديالو، يعني غير الخصوصية وأنه كاين ممكن أنه العلاجات بعض الليمينوثيرابي يعني بعد التعرض للضوء، لأنه كاين ناس كتقيس يعني الضوء يعني المقياس العلمي اللي هو لوكس كتقيسه، وكتدير واحد المصابيح كاينة بواحد الشكل كبير يعني خصوصا في أوروبا، أو مصابيح اللي هي خاصة جدا اللي كيقدر أنه الشخص يعني كيشريها وكيتعرض لها وسط الغرفه ديالو ولا وسط المنزل ديالو، يعني تقريبا مده ساعات الساعة، وعندها قياساتها من اجل ماشي فقط العلاج ولكن حتى الوقايه، لانه الناس اللي كتكون عندهم اكتئاب موسمي معروف انه يقدر تكون عنده ربما انتكاسه العام المقبل، وبالتالي كتكون على شكل وقايه وكيقدر يتعرض لهاد المصابيح اللي بطبيعه الحال هي ماشي مصابيح عادية، لهذا يعني الأماكن ديالها فين كتباع، لهذا القياسات ديالها، وإلا كيعرض راسو الخطر. بطبيعة الحال اللي هي مخصصة للعلاج. نعم بطبيعة الحال، واللي هي بالأساس الناس اللي عندهم اكتئاب موسمي، يعني ماشي اكتئابات أخرى، يعني الناس اللي عندهم فعلا هذا الاكتئاب الموسمي. ولكن على العموم احنا خصوصا هذا الفصل كنصحوا انه الانسان يخرج للشمس، انه يعرض راسه للشمس، انه النزال المشي في الشمس، انه يعني الطوف في المنزل، انه خاص يكون النوافذ مفتوحه، خاص يدخل الشمس للمنزل، لانه يعني المصابيح لا تعوض ضوء النهار، يعني نفس الدور ونفس التاثير من طبيعه الحال. فعلا انه الانسان بعض المرات كنلقاو بعض الشباب ولا هذا كيعملون في اماكن مظلمه وخم نهار وباغي يسد ويشعل يعني المصابيح، هذا لا، يعني الانسان خصو يخلي انه الضوء
ضوء الشمس لا يعوض، وأنه راه عندنا واحد الارتباط يعني بالمناخ، ما يمكنش أننا نعزلوا ريوسنا وكأنه خارج العالم وخارج هذا، أنه في واحد الغرفة ما نعرفوا لا شتاء لا 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 شمس لا شي حاجة، لا راه نحن نتأثر، فالجسم تاع الإنسان يتأثر، وخصو دائما يبتعد عن العزلة، العزلة عن العزلة بجميع مفاهيمها، العزلة عن الناس، العزلة عن المجتمع، العزلة حتى على المناخ المحيط. نعم. كما انه هذا الاكتئاب الموسمي راه ملي كيبدا تقريبا الربيع راه كتبدا تبان ظواهر التحسن، مظاهر التحسن، وانه الانسان كيرجع لحياه طبيعيه. هضرنا على هذا الاليمينوثيرابي، ولكن بطبيعه الحال راه كاين العلاجات الاخرى، مثلا بعض الحين لانه على حسب الحده بطبيعه الحال، لانه الاكتئاب الموسمي راه يقدر يوصل انه الانسان يكون عنده افكار مرض سوداويه انتحاريه، كيكون ديك الساعه انه من طبيعة الحال. هنا ملي تنتكلموا على الأفكار السوداوية أو الأفكار الانتحارية دكتور أيمن قشوشي، ربما الناس اللي عندهم بعض أنواع الاضطرابات الأخرى هم أكثر عرضة يعني للاكتئاب الموسمي، بحال دابا الناس اللي عندهم ثنائي القطب بيبولير. فعلا فعلا انه كتهضر يعني واحد الحاله اللي هي خاصه، لانه لانه بطبيعه الحال اضطراب ثنائي القطب كتكون عندهم تاهما، اكيد كتكون عندهم واحد الحساسيه اكثر من الاخرين للفصول، لو كتكون عندهم تاهما واحد الحساسيه للفصول، لا على مستوى نوبات اكتئاب ولا على مستوى نوبات الهوات، لانهم يرتبطون بشكل كبير حتى هما بهذه النقطه اساسيه ومهمه، لانهم تاهما كتقدر تكون عندهم انتكاسات متواتره في فصول معينه. نعم. يا إما على شكل اكتئاب، يا إما على شكل نوبة هوسية. بالتالي أنه دائما إحنا كننصح الناس خصوصا من أجل الوقاية، أنه الرياضة، أنه استهلاك مثلا بعض أنواع مثلا اللي هم الأوميغا بحيث السمك، أنه مثلا فيتامين دي اللي هي تاهي عامل أساسي، انه بعض الامور البسيطه مثلا لو الجو درا يكون مفتوح ما يكونش مغلوق، انه يعني بعض الامور اللي كتساعد على الاقل حتى انه تقي وكتنقص من حده الاضطراب. ما عدا ذلك طبيعه الحال كيبقى مثلا العلاج يعني علاجات يعني بالجلسات وخصوصا العلاج السلوكي المعرفي من اجل الوقايه من انتكاس تاع الاكتئاب الموسمي، وكيبقى العلاجات علاجات إذا كانت حدة أكبر هي تتمشي ولا المضادات الاكتئاب. نعم، وكيف ما قلت الإنسان يعاون راسه دكتور أيمن قشوشي أشياء وتفاصيل هي بسيطة جدا وصغيرة جدا، ممكن تدير فوارق كبيرة في اليوم ديالنا أو في الحياة ديالنا يعني عموما. غير اللون اللي عندنا في الغرفة ديالنا راه كيأثر علينا 24 ساعة على 24 ساعة، الألوان اللي هي مغلوقة ممكن تأثر لنا في النفسية ديالنا، والألوان اللي هي مفتوحة ممكن كذلك تأثر لنا بشكل إيجابي على النفسية ديالنا. اللباس ديالنا كذلك دكتور أيمن قشوشي هو تخصو يكون خلال فصل الخريف وفصل الشتاء بعيد كل البعد على الأسود والألوان المغلوقة، نحاول دائما نقلبوا على الألوان الفاتحة، وهذا شيء تلاحظوا يعني غير الإنسان مثلا يلبس لباس بلون مفتوح راك تحس براسك بأن النفسية ديالك كذلك مزيانة. النشاط البدني ياك دكتور أيمن قشوشي، الرياضة، النشاط البدني والأكل المتوازن، وحتى النشاط البدني خارج القاعات يعني خارج في الهواء الطلق، يعني أنه يساعد بشكل كبير. هو الأساسي هو أنه نحاول نغيره من بعض العادات ديالنا وتخلينا نعيشه داخل المحيط ديالنا، داخل المحيط الطبيعي ديالنا، نتعرضوا للشمس ما نهربوش من من, من من يعني المحيط الخارجي، ما نقولوش تدير علينا فقط داخل المنازل ولا داخل قاعات العمل ولا داخل قاعات الرياضة أو هذا. يعني الأساسي الذي يحمي ويقي هو أنه الإنسان يعيش حياة طبيعية ككائن حي بعيدا عن العزلة وبعيدا يعني عن المناخ وعن الهواء وعن نعم. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن قشوشي. شكرا سيدة حليمة، وأنا سعيد دائما أسعد يعني باستضافتك، وجمعة مباركة لك ولجميع المستمعين والعاملين في الإذاعة الوطنية. أهلين وعليك بكل خير دكتور أيمن قشوشي أخصائي في الطب النفسي، شكرا، ألقاك على خير إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله.